أعزائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل العمل على الاكسرسايز، والآن سنبدأ برسم الفرونت فيو لهذا الشكل. نأخذ عملية إسقاط من السايد، نحصل على هذا الكلام. الفرونت عندي مقطع إلى قطع، هذه 30، ومن ثم 15 15 30 و40 عبارة عن 70، إذن هو كله عبارة عن 100. أوكي، نذهب إلى هنا، نعمل عملية construction line projection من هذا الجزء، من هذا الجزء vertical line، بداية الفرونت فيو على فرض هنا. نقوم بعملية offset على 100 كما تكلمنا لهذا الجزء من هنا إلى هنا، وشكل الفرونت فيو كما نلاحظ عبارة عن مستطيل from the outside. الأوتلاين تبعه عبارة عن مستطيل، نرسم عبارة عن لاينات من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا وإلى أسفل. إذن هذا الأوتلاين للفرونت فيو. لنواصل الفرونت فيو، اذا في عندي جزء 30، اول قطعه 30، ومن ثم تمتد هذه الى امتداد التقاطع مع المائل لنحصل على سطح المائل بهذا الشكل. اذا ناخذ اوفست، نرجع هنا نقوم بعمليه اوفست على 30، اذا اوفست 30 انتر، و الى هنا ناخذ بروجكشن. هذا السبب كان في رسم انه رسمنا السايد بروجكشن من المائل، لان يعني المائل، اذا هذا هو المائل، نهايه المائل مع هذه النقطه. نعاود الرسم، نرجع للتمرين. اذا هذه نقطه مستقيمه والباقي عباره عن سطح مائل، اذا الارتفاع 30 عباره عن عموديه والباقي سطح مائل. نعمل عمليه اوفست اجين 30 و الى اعلى، سنحصل على هذه النقطة من هنا إلى هنا، هذه 30، وبيكمل عندي سطح مائل بهذا الشكل، وقطعة 30 الأورثوغونال أو المتعامدة مع هذا استعبار عن هذه هي هذه قطعة 30، وهذا السطح المائل لنرى حقيقة فعلا هذه القطعة وهذا بروجكشن للسطح المائل. الارتفاع 35 بالبعد، من هنا 15 من هنا 15 30 من 40، اذا هذا جاي في الوسط، في وسط هذه بالضبط، هذه كلها 70، اخذنا 15 15، ففي وسط هذه في عندنا سلندر اذا ملاحظين، ومحفور الى الداخل على ارتفاع 35. اوكي، نعاود هنا، نتخلص من construction lines ونرسم construction line جديد vertical في وسط هذا construction line آخر من البداية، ونقوم بعمل offset لنحدد center السلندر. offset على 35 على ما أعتقد، yes لنرى 35 أو كم 35 yes. ومن هنا نقوم برسم دائرة على R20، دائرة على radius لفاي radius هنا، ونقوم بعطيها 20، نرجع نحصل على نصف الدائرة. نقوم بعمل trim، إذا trim جزء القطع هذا، enter، ونزيل جزء الدائرة الأسفل. line الآن من هنا إلى أسفل، line آخر من هنا إلى أسفل. نقوم بعملية trim بين هذا الخط وهذا الخط، انتر، ونزيل هذا الجزء الموجود هنا. نقوم برسم سنتر لاين الآن، سنتر لاين في سنتر هذا إلى هنا. نتخلص من construction lines، نتخلص من الجزء السفلي هذا إلى هنا، بذلك نكون قد حصلنا على الفرونت فيو. نلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله.